يعني خلينا نتكلم على مباراه الاهلي وسيمبا. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، اكيد المنتخب الجزائري منتخب قوي، وكمان منتخبنا ان شاء الله يظهر بصوره جيده. الاهلي عنده مباراه الناس بتقول انها مباراه يعني مضمونه، لكن انا في رايي ان سيمبا غير سيمبا من 3 سنين الحقيقه. متطور جدا في ادائه، بيلعب كوره حلوه، بيلعب كوره على الارض، عنده لعيبه مميزه حتى على مستوى الدوري. انت قلت لي حتى قبل الهوا ان هو 15 نقطه من 5 مباريات. رايك ايه بسيمبا، وشايف الاحصائيات والارقام بتقول لك ايه؟ طبعا هو بدايه قويه جدا لسيمبا التنزاني هذا العام، العلامه الكامله، بنتكلم على 5 مباريات بخمسه فوز ب 15 نقطه، من اقوى خط هجوم دلوقتي طبعا مع يانج افريكانز في الدوري التنزاني ب 14 هدف، استقبل بس 4 اهداف، بيمتلك خط الدفاع ايضا 14 هدف في خمس جولات. فانا بتكلم هنا نسبه للاهداف المتوقعه مظبوط، فعندهم عنصر التهديفي طبعا قوي جدا. كل زي ما حضرتك قلت، مش سيمبا مش زي سيمبا في الماضي. ليه؟ لان في مدربهم طبعا، مدرب برازيلي روبرتينو، راجل عنده 63 عام لسه يعني منضم حديثا في يناير الماضي لسيمبا التنزاني، غير طريقه لعب، ستايل اللعب. شفنا حتى المباريات، عمل مباريات قويه جدا في بطوله افريقيا يا كابتن هاني الاعوام الماضيه، طبعا فاز على الوداد، وطبعا عمل مباراه قويه جدا امام الرجاء وخسر 3-1، بس فاز على الوداد 1-0 في ملعبه، وحتى خسر هناك طبعا 1-0، ولكن ستايل اللعب بيلعب بطريقه، اولا بيلعب 4-4-2 امام الفرق الكبيره. خلينا بقى نتكلم يعني نخرج من الدوري التنزاني ونتكلم على الناحيه الافريقيه، مشواره وشكله كان امام الفرق الافريقيه الكبرى زي الرجاء او الوداد المغربي في اخر جولتين، لا كان ظاهر بشكل كويس جدا، بيلعب 4-4-2، بيلعب 4-4-1-1، دايما هو بيلعب معظم الاوقات الاختراقات حتى من الاطراف بنشوفه بشكل كبير خاصه ناحيه اليمين، بيمتلك 14 محترف، 14 محترف منهم 13 لعيبه دوليه، 13 لاعب دولي عموما في السكواد، رقم كبير، رقم كبير جدا، لعيبه طبعا عندها خبرات دوليه. علشان كده بنقول مباراه صعبه، مباراه طبعا هتكون لها حسابات اخرى لابد من التركيز فيها. لعبوا سيمبا اهو، تبص عليهم، بنتكلم على جون بوكا، ده المهاجم لا لازم نخاف منه، هو جاب هدف لحد دلوقتي. وبنتكلم طبعا على شاما، ده اللاعب الزامبي 31 مباراه دوليه وعنده طبعا 5 اهداف، جاب هدفين. دول من تنزانيا طبعا، كلهم منتخب التنزاني، منتخب التنزاني بيلعبوا، دول لعيبه دوليه بيلعبوا في نادي سيمبا، وعدد مباريات دوليه كتير، يعني بتتكلم على 82 مباراه دوليه، يعني عنده خبرات كبيره جدا، 82 57 44 قال لهم كيبو دوت 12 مباراه، لكن ده بيعكس ان اللعيبه ديت عندها خبرات على المستوى الدولي، يعني طبعا لعبوا على المستوى الدولي كمان عندهم لعيبه اجانب، عندهم لعيبه اجانب دوليين، وطبعا كونغو واللعيبه من الكاميرون، مالوني دوت طبعا، وزي ما اتكلمنا على الشامة، ده لعب امبارح مع منتخب مصر وظهر بشكل رائع. طبعا لويس ميكيسوني غني عن التعريف، ولكن لويس ميكيسوني ظهر بشكل مختلف مع سيمبا التنزاني هذا العام، عامل اسيست في ال5 جولات. لا هو فريق قوي، فريق كمان يمتلك لعيبه من الكاميرون، منتخب الكاميرون ومنتخب ساحل العجوه، وبالتالي يعني ما بين قوسين كده النادي الاهلي محتاج تركيز كبير جدا، النادي الاهلي محتاج تحضير على مستوى عالي جدا، لان المباراه مش هتكون مباراه سهله. صحيح، هي بنتكلم على سعيدي اللي لسه كان ظهر، ده لاعب بوروندي اصلا، واللاعب ده كابتن هاني لعب في هولندا، يعني جاي من هولندا، لاعب عنده خبرات طبعا كبيره جدا، ويحتك باللاعبين في اوروبا. عندهم فابريس انجوما، ده مهاجم برضو، ده كان اصلا لاعب في الرجاء المغربي ولعب للهلال السوداني، واخد الكونفدراليه، واخد الدوري المغربي، عندهم اكتر من عنصر، عندهم احتكاكات افريقيه على مستوى عالي، ولعبوا في فرق مغربيه وفرق طبعا ايضا اوروبيه. لا في تطوير في السكواد للاعبي سيمبا التنزاني، زي ما بيقول طرق اللعب بتاعتهم مختلفه تماما غير الطرق اللي احنا شفناها في الدوري التنزاني. بعض الناس بتقول بدات عندهم مدرسه سان داونز، يعني بيلعبوا الكوره السهله، بيطلعوا بيعملوا بيلد اب كويس، بيحركوا الكوره بشكل كويس. خلي بالك ده في مصلحه النادي، يعني مصلحه الاهلي انه يلعب فرقه منظمه بشكل كبير، يعني صحيح. حتى الملعب بتاعهم هناك بيلعبوا على ملعب تنزانيا الدولي، ملعب معتمد دوليا ايضا، وده هيساعد طبعا الاجواء هناك والاجواء الجماهيريه والحضور الجمهوري، ملعب على مستوى عالي ايضا، يساعدنا ويساعد لاعبتنا ايضا. انا شفت اخر مباراتين لهم في الدوري وشفت الاهداف بتاعتهم، لا فريق بيلعب بالضغط العالي بشكل كويس جدا، عندهم حرص دفاعي كويس، يعني زي ما نقول بيلعبوا دايما 4-4-2 4-4-1-1، دايما الاختراقات بشوفها اكتر من ناحيه اليمين، من عندهم من الجناح اليمين، فريق منظم يعني بيلعب كره على الارض، بيشبه طبعا ستايل عندهم حارس مغربي كمان، عندهم حارس مغربي ايوب الاكرد، ده حارس المرمى، ولعب لفتح الرباط، ولعب لها نهضه بركان، يعني حارس كويس، عنده خبرات،
بالظبط، عشان كده بنقول روبرتينو البرازيل مدربه مطور السكواد، فلعيبه جاب لعيبه كابتن هاني عندهم خبرات افريقيه، لعيبه لعبت للفرق مغربيه ولعب لعبت لفرق طبعا في انديه كبيره جدا وخدت بطولات، يعني مش بنتكلم بس يعني بنتكلم على ايوب الاكرد ده واخد بطولات، بنتكلم طبعا على فابريس انجوما المهاجم واخد كونفدراليه وبطوله يعني الدوري المغربي يعني التايتل العالي، لعيبه عندها الاحتكاكات ديت عندها خبرات، قلنا لعيبه دوليه عندهم 13 لاعب دولي 14 لاعب محترف سكواد مختلف بيلعب طريقه لعب كويسه بيلعب كره على الارض هيشكل خطوره. انت شايف جداً نقاط الضعف ايه؟ يعني انت درست الفرقه كويس، قد تكون نقاط ضعفهم حارس المرمى إيه؟ انا شفت الاهداف اللي دخلت فيهم مش كتيره، في زي ما كنا بنتكلم هو استقبل اربع اهداف، لما اتفرجت على الاربع اهداف في الدوري هذا العام لقيت معظم الاهداف يا اما اخطاء ساذجه او اما ضغط عالي يا اما حارس المرمى يعني من تسديدات من خارج اخطاء حارس مرمى او ضغط عالي بينتج عنه بعض صحيح الأخطاء. والتسديدات من خارج منطقه الجزاء يعني هو ده كان قد يكون عنصر قوي ان شاء الله بعوده امام عاشور قد يشكل خطوره جدا كبيره جدا بالتسديد من خارج المرمى على سيمبا التنزاني.